السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من صحيفة المدى ونقرأ مقالا للكاتب علي حسين، جاء فيه: يوميا أتلقى العديد من الرسائل يسألني أصحابها الأكارم ما نفع الكتابة عن بلاد يريد لها ساستها أن تسير من سيء إلى أسوأ. ولأنني مثل كثيرين من الزملاء يدركون جيدا أن الإعلام الحر يمثل هاجسا مقلقا لأي مسؤول حتى لو كان نزيها، فما بالك ونحن نعيش وسط غابة مليئة بالمسؤولين الفاسدين والفاشلين. كثير منهم لم يتعود على الجدل والمناقشة، تربوا على فكرة السمع والطاعة، وبالتالي فمن المنطقي ألا يبالوا بما نكتب، وهم يطبقون مقولة ميكافيلي الشهيرة: التاريخ علمنا أن الحاكم يصل إلى السلطة على أكتاف البسطاء والباحثين عن فرصة للعيش. وأضاف الكاتب بالمقابل: وللأسف هناك قطاعات مسلوبة الإرادة تتعلق بذيل الفاشل بخطاباته وأناشيده الطائفية. ماذا يفعل كاتب عمود مثلي للبعض ممن يجبرهم غياب الشحن الطائفي للتعلق بأذيال مسؤول انتهازي والدفاع عن نائبة تعتقد أن مجلس النواب مجرد سوق هرج؟ ماذا تفعل مع صحفي لا يزال مصراً على أن المعركة ليست مع الفشل وسرقة المال العام، وإنما مع بعض الإعلاميين؟ ماذا يفعل كاتب عمود مثلي وهو يرى أن البعض لا يريد للعراق أن يعبر هذه الكيانات التي يسميها عشاقها أحزاباً وكتلاً سياسية ويرقصون في طقوس عبادتها من أجل العيش في دولة يشعر فيها الفرد بالحرية والكرامة؟ ماذا نفعل نحن الكتاب عندما نقرأ عريضة الشكوى التي تقدم بها رئيس المحكمة الاتحادية ضد أحد الصحفيين لأن هذا الصحفي تجرأ ونشر خبراً أزعج القاضي، ولهذا يتطلب أن يمنع هذا الصحفي من العمل وليعيش بعدها المجتمع بأمان وسعادة؟ أصرت القوى السياسية أن تقول للمواطن العراقي بعد عام 2003: ارفع رأسك يا عراقي، فقد مضى عهد الاستبداد. وأظن أنه بعد 20 عاما وجدنا من يطالبنا بأن نخفض قاماتنا، فنحن نعيش في دولة الممنوعات. ومن صحيفة طريق الشعب نقرأ تقريراً بعنوان: جامعات تتنافس على تصنيفات وهمية ونقابة الأكاديميين تحذر. إذ حذرت نقابة الأكاديميين العراقيين الأسبوع الماضي من فوضى تنافس جامعات في العراق على تصنيفات علمية وهمية، مؤكدة أن أساتذة وطلبة في الدراسات العليا يقعون ضحايا احتيال مئات من المكتبات والمجلات العلمية الوهمية بسبب ضغوط تمارسها عليهم جامعاتهم لنشر دراساتهم في تلك المجلات، وبحجة أن ذلك يسهم في صعود الجامعات في التصنيفات العلمية العالمية. في السنتين الأخيرتين مارست وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضغوطاً على الجامعات الحكومية والأهلية كي تطالب الأساتذة وطلبة الدراسات العليا بنشر بحثين على الأقل سنوياً في مستوعبات سكوباس، وهي قاعدة بيانات للملخصات والاستشهادات المرجعية الخاصة بالإنتاج الفكري، مع التلويح باحتمال فقدانهم ميزات كثيرة في حال عدم قيامهم بذلك وتعطيل ترقياتهم العلمية، ما فسح المجال أمام انتشار غير مسبوق لمكاتب البحوث والمجلات العلمية غير الرصينة التي تسعى فقط إلى تحقيق الأرباح، وتصل قيمة نشر بحث واحد فقط إلى 3000 دولار أحياناً، ويجبر الأستاذ أو الطالب على دفع هذا المبلغ في وقت تتنصل فيه الجامعات من أي مسؤولية إذا تبين أن مكاتب البحوث والمجلات مقرصنة أو مشبوهة،
في حديث لجريدة الصباح الرسمية قال نقيب الأكاديميين العراقيين مهند الهلال إن التصنيفات التي تتنافس عليها الجامعات العراقية غالباً تكون تجارية ووهمية باستثناء تلك العالمية المعروفة مثل شانغهاي والتايمز وغيرهما. ومن موقع الترا عراق نقرأ تقريراً بعنوان الإنترنت في العراق أسعار عالية بلا جودة أو رقابة، إذ يعاني العديد من مشتركي الإنترنت في العراق ضعفاً في الخدمة المزودة لهم مقارنة بأسعار عالمية يقومون بدفعها قد تصل إلى أعلى من دول مشهورة بقوة الإنترنت لديها. في حين يشخص مختصون كثيراً من الأسباب بشأن هذا الضعف ومنها الجهات الرسمية، إذ يعتقد مختصون أن أسعار الإنترنت في العراق مرتفعة بأضعاف أضعاف ما يوجد في دول الجوار، ويرى هؤلاء المختصون بحكمة وأمن وتكنولوجيا المعلومات أن جودة الإنترنت في العراق ليست ضمن الطموح، وعموماً لا يوجد أو لا توجد رقابة عليها إلا من المواطنين، مضيفين أن وزارة الاتصالات التي تعد القائدة لهذا المجال هي نفسها تقر بوجود أخطاء ومشكلات كثيرة في الجودة وغيرها. وزارة الاتصالات هي أول مسبب برداءة جودة الإنترنت، لأنها تفرض رسوماً مرتفعة على أجور تمرير السعات بشكل عام، ما يؤثر في كلفة الإنترنت ابتداءً من الحدود مروراً بالشركات ثم وصولاً إلى البيوت عن طريق الوكلاء، وارتفاع الرسوم من قبل وزارة الاتصالات ما يزيد الكلفة على الإنترنت المقدم للمواطنين ويقلل الجودة، في حين أن الوزارة كانت تقوم بتخفيضها بعض الأحيان لكنها بالعموم تعد مرتفعة بأضعاف أضعاف ما يوجد من إنترنت في دول الجوار. وعن مقارنة جودة الإنترنت ومع استثناء سوريا وإيران، فإن العراق بالنسبة لأنور يعتبر بعيداً عن الجودة والإدارة لقطاع الإنترنت ومراقبته، وذلك بسبب آلية عمل الوكلاء، وأصبح الإنترنت ضمن حقوق الإنسان دولياً أسوة بحاجات مثل الماء والكهرباء، ولذلك فإن توفيره ضرورة ملحة مع وجود مناطق كثيرة في العراق لا زالت بلا هذه الخدمة وأسعارها مرتفعة فلا يستطيع الجميع الحصول عليه. نشر موقع انترسبت تقريرا للصحفية أليس بيري قالت فيه أن تقريرا جديدا نشر وكشف أنه قبل وقت طويل من أحداث 11 من أيلول سبتمبر كانت قوانين الإرهاب الأمريكية قد كونت بأجندة مناهضة للفلسطينيين بوضوح، وغالبا ما روج لها روجتها المنظمات المؤيدة لسلطات الاحتلال الصهيوني. وعندما اجتاحت الاحتجاجات ضد العدوان الصهيوني على غزة الجامعات الأمريكية في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، كتبت مجموعتان بارزتان مؤيدتان لسلطات الاحتلال إلى ما يقرب من 200 من مديري الجامعات والكليات لحثهم على التحقيق مع طلبتهم لاحتمال انتهاكهم القانون الفيدرالي بالترويج لرسائل مؤيدة لحركة حماس ومعادية للاحتلال الصهيوني. العديد من القوانين الأساسية لمكافحة الإرهاب نشأت خلال لحظات محورية في نضال التحرير الفلسطيني أو تم تكييفها معها، وغالباً ما دفعت بها الجماعات المتحالفة مع إسرائيل لإلقاء صفة الإرهاب بشكل فريد على الفلسطينيين. إن نفس المنظمات الصهيونية التي دفعت من أجل توسيع قوانين مكافحة الإرهاب وأبرزها رابطة مكافحة التشهير ADL تشوه الآن بوقاحة كل مناصرة لتحرير فلسطين باعتبارها دعماً للإرهاب، واستهدفت تشريعات وسياسات مكافحة الإرهاب الأمريكية منذ 11 من أيلول سبتمبر في الغالب المسلمين في الخارج وفي الداخل، لكن الجهود السابقة لتدوين الإرهاب في القانون الأمريكي استهدفت الفلسطينيين على وجه التحديد. ووفقاً للتقرير الجديد،
تعود أول إشارة إلى الإرهاب في التشريع الفيدرالي إلى قانون المساعدات الخارجية لعام 1969، وهي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التي تتعرض للهجوم مرة أخرى وسط الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة. أفادت واشنطن بوست الأمريكية بأن العدوان على غزة شكل تذكيرا بالمعايير المزدوجة التي طالما سيطرت على المسرح العالمي، بحسب ما وردته الصحيفة في تقريرها. وشددت الصحيفة على أن التواطؤ الغربي في معاناة الفلسطينيين يعيق الدبلوماسية الأمريكية، مستعرضة مثالا على ذلك في أثناء اجتماعات مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. تعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لشكاوى من نظرائه بسبب رفض واشنطن مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة. عزلة الولايات المتحدة كانت واضحة في هذه القمة، على عكس قمة مجموعة العشرين العام الماضي في الهند، حيث تمت إدانة واسعة النطاق للعملية الروسية في أوكرانيا. وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن الحدث الراهن يظهر تراجع نفوذ الولايات المتحدة وتغييراً في التحالفات وتآكلاً مستمراً للمبادئ العالمية المرتكزة على القانون الدولي. وكانت واشنطن وست عشرة دولة أخرى قد أوقفت دعم الأونروا، وذلك بناء على مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة الأممية قد شاركوا في عملية طوفان الأقصى. وأوقفت هذه الدول الدعم دون القيام بتحقيق مستقل في المزاعم الإسرائيلية، كما أن الأونروا نفسها فصلت بعض موظفيها أيضا دون القيام بتحقيق شفاف والتأكد من مزاعم الاحتلال. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يعد الرضع والأطفال أكبر ضحايا العدوان على غزة، فهم في صدارة أعداد القتلى الذين اقترب عددهم من 30,000، ومن نجا منهم من القتل قصفا مات جوعا أو مرضا أو يعيش جوعا وقهرا بعد وفاة أهله وأقربائه في ظروف حياتية قاسية. وقد ذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد قتل العدوان المستمر قد بلغ 29,606 من القتلى منذ السابع من شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي،
في حين أصيب 69,737 آخرون. هذا ورصد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في آخر تحديث له قبل يومين أن عدد القتلى من الرضع والأطفال من جراء العدوان قد بلغ 12,660 قتيلة، وذلك في الأقل بالطبع لأن غارات الاحتلال لا تتوقف على مدار الساعة للمواقع التي هجر إليها أهل الشمال والوسط من غزة، وكذلك في الجنوب ومدينة رفح. قبل الختام مشاهدينا، نتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. انت وجميع الاسرى دير بالك على حالك، الله يرضى عليك ويهونها عليك، انت وجميع الاسرى، انت وناجي ويهونها عليكم ويجمعنا فيكم على خير. الرسائل طبعا بتتنوع بين ام اسير، بين زوجة اسير، بين بيبي بس بسمعه مش عارف يحكي، بس انه صوت او عياط او ضحك، حتى كلام مش مفهوم، بس الاهالي بيحاولوا يوصلوا الرسالة للاسير كون انه مشتاق يسمع صوت الولد. هناك عدد من الأسرى يخرجون من سجون الاحتلال ويبلغون أن هناك جهاز في إحدى الزنازين في إحدى السجون، وهذا الجهاز لم تصل له سلطات الاحتلال. هؤلاء ينقلون الرسالة من إلى حتى تصل الرسالة إلى صاحب العلاقة، بحيث أنه يتم الاستماع من خلال شخص واحد داخل هذا المعتقل ويتم إيصال الرسالة إلى الشخص المعني. ربما تأخذ هذه العملية أكثر من 3 أو 4 أيام حتى يلتقي الشخص الأول مع الشخص الثاني، ولكن في نهاية المطاف تصل الرسالة. في نهاية جولتنا الصحفية صدى الأقلام، مشاهدينا الكرام تقبلوا تحيتنا من الرافدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.